عشاق الولاية، عشاق الولاية، حب أهل البيت عليهم السلام. حكي في حياة المقدس الأردبيلي أن أحد العلماء رآه بعد موته في المنام وهو في هيئة جميلة، فسأله: أي الأعمال بلغ بك إلى هذا المقام؟ فقال رحمه الله: إن سوق الأعمال رأيناه كاسدا ولم ينفعنا إلا ولاية صاحب هذا القبر ومحبته. وأشار إلى ضريح الإمام علي عليه السلام. عشاق الولاية.